25 26 أليس هو نوع من الرشوة للانتخابات القادمة؟ الإقصاء لنقابات وازنة، استثناءات غير منطقية. قلت هذوك اللي زدتهم في الصحة والتعليم ما غتقيسوهمش، قلت المهنيين ما غتناقشوهمش في قضية زيادة الضريبة على الدخل. غير عادلة حتى داخل نفس القطاع، كتكلم على 20 20%، 2900 درهم، 290 درهم اللي غتزاد لهم، وحدين غتزاد لهم 1000 درهم. وداخل نفس القطاع، داخل نفس القطاع كاين اللي غتضيف له 1500 درهم، كاين 1000 درهم، كاين 3000 درهم، وكتقولوا بانه فرحانين. تضخم غيركم خليتو، رجعوا لنا غير 2%، غير 2% كافيه باش نبقاو في هذه النسبه هذه اللي كنتكلموا عليها، واللي هي اكثر من 1000 درهم اللي نتوما كتكلموا عليها. ان تسحب جمله المغاربه كنرشيوهم الانتخابات المقبله، المغاربه ما تيصوتوش عندنا باش نرشيوهم، فبالتالي السيد الرئيس كنطلب منك شخصيا انك تسحب هذه الجمله من المحضر. اللي مجمعه في هذا الموضوع ولكن بشكل عاجل، هذوك الناس ما يعني اللي خدا شي حاجه كما قلنا ما يبقاش فيكم الحال. الحكومه دارت واحد المجهود اللي ما قدرتش، الحكومه دارت واحد المجهود اللي ما قدرتش ديروا الحكومات السابقه. السيد الرئيس، خصكم تهنئوا من القلب وتكونوا فرحانين لهاد الناس، خصوصا عشيه فاتح ماي، وتعترفوا ملي كتبدل واحد المجهود تكون فيكم هذا الخصال، وانا ما عنديش فيها شك عندكم هذا الخصال، ولكن ما نخلطوهاش بالعمل ديال السياسه الظرفيه. هادو مئات الالاف ديال المغاربه، 4 مليون و250 الف مغربي غادي يستافد من الزياده في الاجور، اما في القطاع العام واما في القطاع الخاص عن طريق